مش كده ولا ايه؟ فنحن قوم فرحون بنهضتنا، والفرد المصري فرح ببزوغ نجمه وسطوع اسمه. ثم بعد ذلك الجيل الراهن دخلت المرأة فانتجها في الرواية يفوق انتاج الرجال في الجيل الراهن، جيل ما بعد محفوظ، الانتاج الروائي النسائي يتفوق برال في الخباء ونخرات الظباء وكذا، وإقبال عبر هذه العقود الأخيرة في روايتها، وسلوى بكر والمرحومة رضوى وغيرهن من السيدات والأنسات لا يكتبنها. لكن لا، هنا بقى لا، لرواية الفرح الفردي للشخصية الأساسية لا، ده فرح المجموع، هنا رواية المجموع. نبدأ فإذا بعائلة عوض عبد المسيح تنزح من ديروط الشريف في أسيوط إلى القاهرة، هنشوف بقى نشأة الوطن الحديث ونشأة القاهرة الحديث. القاهرة الحديث بيؤسسه القاهرة، الزمالك كان طري الزمالك أصبح حي الزمالك، بيشتروا أرض في الزمالك ويبنوا قد مكان، وميدان الإسماعيلية الذي عاشت السيدة الكاتبة إلى أن صار ميدان التحرير. لا، وقت جدها وعمها لا، هو ميدان الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل باشا الخديوي. لا، دلوقتي اسمه ميدان التحرير، ميدان 15 يناير 2011. يبقى إذن انتقلنا من الزهو والفرح الذاتي الفردي إلى زحف المجموع، ولكن المجموع منقسم إلى مسيحيين ومسلمين. تبقى العيلة اللي جاية وتؤسس في مدينة القاهرة عيلة مسيحية، عوض عبد المسيح مع عيلة مسلمة، هو المكان اللي اشتروه وبنوه، يبقى هو المحامي المسلم في هذه الشقة، وفي نفس الدور الشقة التانية بتاعت حبيبته المسيحية، يفتح الباب يلاقيه الجوار. هنا هتتجادل المسيحية مع الإسلامية بقى، حيث الكل في واحد في ثورة بقى، يبقى يعملوا الثورة تذوب الثنائية دي، ولكنها تتجادل طول عمرها، بتتجادل ايه؟ بالعاطفة، بالحب. المسلم يحب المسيحية بالحب، وبعد ذلك الأشمل بقى من الحب الذاتي الفردي يبقى التفاعل مع الثورة. الشيخ رفاعة الطهطاوي من طهطا بالصعيد لما راح للبعثة بتاعته كتب ديوان، له ديوان شعر فيه كثير جدا من الحنين إلى الوطن. كلمة الوطن بالمعنى الحديث، معناها إيه الوطن دي؟ لو رجعنا لألف سنة عند ابن الرومي الشاعر العظيم في القرن الثالث للهجرة، ولي وطن آليت ألا أبيعه. إيه الوطن بتاع ابن الرومي؟ لو فتشنا هنلاقي البيت اللي اتولد فيه، بيته، ولي وطن يعني بيتي، مسكني. عند رفاعة الطهطاوي بعد ألف سنة لما بيحن إلى الوطن، يبقى الوطن مدينة طهطا، المحلة التي ولد فيها، وهو بقى صاحب التأصيل على الوطن المصري بقى، الوطن المصري بالمعنى الشامل بقى، إنما قفز بنا من المحلة إلى الوطن بالمعنى السياسي والاستراتيجي الحديث. هم برضو عائلة عوض عبد المسيح بيبنوا بأساس الوطن. يبقى هنا الجدران عند إقبال بركة، لو تكلمت الجدران، قالت كده صح الصيحة، لو تكلمت الجدران. شوفوا بقى، احنا بنؤسس حي الزمالك، بنؤسس المدينة الحديثة، مدينة القاهرة الحديثة، و
الخديوي إسماعيل وهو بينزل من القلعة ليؤسس قصر عابدين، ليؤسس حديقة الأزبكية والأوبرا، هو بيتجه غربا، يعني بيتجه إلى الحضارة التي درسها وتعلمها في سويسرا، هو تعلم في سويسرا وهو دماغه في الحضارة الغربية، فمصر تروح الغرب زي هو بينزل لها من القلعة إلى عابدين إلى ميدان الإسماعيلية إلى الزمالك، هم دول بينتقلوا بأساسه الزمالك، ويبقى عندهم ميدان بتاع الذي تطور عندها. وآهي آهي لو تكلم، لو تكلمت الجدران، خلوا بالكم بقى هنا أنا بقول جماليات المكان، إذا تقدم الشخصية العادية إلى شخصية الجموع الزاحفة إلى حريتها إلى المكان اللي أنا قاعد فيه دلوقتي. عندي دوستويفسكي، الرواية الحديثة بقى تنقسم إلى دوستويفسكي ومارسيل بروست على طول متجايلين. عندي دوستويفسكي المكان موصوف، يدخل يوصفه كده، يقول خمسة من الأساتذة قاعدين على المنصة وجمهور حول العدد كذا، بين رجال ونساء، بين سيدات ونساء، بين وهكذا. عندي مارسيل بروست المكان مخلوق، عند دوستويفسكي موصوف مرة وإلى الأبد، وصفه مرة خلاص، كلما يأتي ذكره في الرواية ما احنا وصفناه. نجيب محفوظ الصفحات الأولى من بين القصرين، المكان أمينة بتقوم بعد صلاة الفجر وتروح أوضة الفرن، المكان بتجهز فيه فطار أولادها وتستعد لكذا وكذا وكذا وكذا. هذا المكان عند نجيب محفوظ موصوف. طب المكان ما بعد أولاد حارتنا ابتداء من سمان والخريف ولا النص والكلاب والطريق والشحاز ما بعد الثلاثي، مكان ايه؟ مخلوق. تكنيك الحديث بقى، مكان مخلوق، كلما دخلت المكان هو مكان جديد تماما. اول مرة جيت القاعة دي كان فيها واحدة كنت بحبها زمان، فاول مرة دخلت المكان بهذه الوحدة. لما جيت مرة تانية كان في أستاذ مش على وفاق معاه، المشاعر سلبية أنا وهو بيننا وبين بعض. النهاردة لا، المكان مخلوق، المكان مخلوق. فهنا حضرتك بتقول آهي لو تكلمت الجدران، كأن الإنسان بيتجادل مع المكان، بيتجادل مع المكان. كنا نختصم مع أستاذنا الجليل الراحل العظيم اللي مرت على ذكراه دلوقتي 50 سنة بالضبط، محمد منظور، انتقل إلى رحاب ربه يوم الخميس 19 مايو 65. كنا نتجادل معه، هو يقول المجتمع، احنا نقول له يا أستاذنا الواقع. وبعدها تعالوا بقى فهموني ايه الحكاية يعني. قلنا له ايوة، ما هو أستاذنا الأجل خالد الذكر إطاع حسين يقدم العصر، وهو بيقرأ المعلقة الجاهلية العصر، معلقة العصر، وهو بيقرأ بدائع المهجريين المعاصرين له بخيل لعيمة وجبران وكذا العصر، وهو بيقرأ إبراهيم ناجي وأغضبه وهو العصر. مقولة العصر عند إطاع حسين، أنت حضرتك طالع بمقولة المجتمع والوسعى والطالع بمقولة الفكر والمذهب، وإحنا طالعين بقى بمقولة الواقع. قال يعني طب أنا أفهم يعني. قلنا له المجتمع يعني جدل البشر مع البشر، المجتمع يعني الناس، البشر يتجادلون مع البشر، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. قال في القرآن الكريم المجتمع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، دفع بقى بين البشر. احنا بنقول ايوه والبشر يتجادلون مع الطبيعه. انا دلوقتي في عصر الاتصالات، انا بتجادل مع الطبيعه. الطبيعه ليه؟ الموبايل في ايدي اهو، التقنيات دي المحيطه بيه،
وفي هذه الجدلية ينتصر باستمرار البشر، هو اللي ماسك الموبايل بيتحكم فيه وبيحط معلومات في الكمبيوتر مثلا، هو اللي بيحط في الكمبيوتر، فالآلة اهي قدامي اهي لكنني سيدها، البشر هم سيد. ها فآهي لو تكلم الجدران عن عنده إقبال بدليل الواقع بقى اللي هو بقى البشر يتجادلون مع الطبيعة. إذا كان البشر بيتجادلون مع الطبيعة وهم سادتها، ففي الجدلية دي المنتشر معروف لأنه خلقها، هو الذي أوجدها، وهو الذي مدها بالمعرفة بالمعلومات، الذي يدخرها ليستدعيها وقت ما يحتاج، فهو سيدها في كل حين. طب وفي جدلية المجتمع مع المجتمع، ها الهم العام في الجماعة ارتبط بالهم الخاص. لما ماتت الزوجة فيولا في نفس اللحظة بتحدث حادثة الكشح في الصعيد، هي فهو مشاعريا ارتبط بالاتنين معا، الاتنين في نفس الوقت، الهم العام والهم الخاص. الفاجعة المأساة التي حدثت في الكشح حدثت لي أنا شخصيا، أنا المحامي هنا في القاهرة، حيث رحلت زوجتي، فاقترن الهم العام بالهم الخاص. وآهي لو تكلمت الجدران، كما قلت إن المكان في منتهى الغرابة، من أواخر القصص القصيرة التي قرأتها قصة غريبة جدا. شوفوا جدارية المكان هنا بقى، جدارية المكان هنا، واحد مريض وحاطينه على كرسي متحرك فوق في الدور الثالث أو الرابع مع الطبيب، قال له دلوقتي أنا هدخلك أنت والكرسي بتاعك إلى الأسانسير وهقفل عليك، هيفتح لك تحت، خلي ايدك على زرارك، هيفتح لك تحت الطبيبه الاستشاريه، هتخرجك انت والكرسي بتاعك ما تقلقش وهتعمل اللازم. ونزل الاسانسير تحت والطبيبه الاستشاريه هتفتح الباب، حط ايده على الركن عشان تفتح باب الاسانسير وهو حاطط ايده من جوه، هي بتفتح وهو لا بيزرجن معاه، وبقي هذا الامر فتره من الزمن تواصل فيه الطبيب والمريض، المريض والطبيبة تواصل فيه اتصالا نفسيا وروحيا وجنسيا، وكله في حركة الأكرة، في الأكرة بنقرا ده كله في الأكرة. إبداع الكاتب مذهل، تنزيله من التنزيل، إن يخليك أنت شايف حركة الأكرة، حركة الراجل في الأكرة من جوه المريض ومن بره الطبيبه، تواصل الاتصال، اتصال الملأ الاعلى. انا دكتور سالم، ها ادي المكان، ادي جماليه المكان. فسنردد مع المبدعه اقبال بركه، اهي لو تكلمت الجدران، اهي لو نطق جدليتي مع المكان ومع كل مفردات الطبيعه حولي. لا بد طبعا من هي مقالتها في صحيفة الأهالي بعنوان شكشكة، مقالها بتاع النهاردة عن لابد من تحقيق التراث أولا، شكشكة لابد من الشكشكة بقى نمارسها معها بقى، نمارس الشكشكة معها لازم كده. الثورة، بنت من بنات الثورة، ابنة برة للثورة المصرية، وكان جيلها السابق وأجداد وأباء المشاركين في ثورة 19 طبعا، وهي يشارك في ثورة 2011، وتبدأ الرواية بالإهداء، الإهداء الإهداء إهداء الرواية، ها إلى كل الحالمين بمستقبل أفضل لمصر بعد ثورة 25 وثورة 30، ده الإهداء. وآخر سطر في الرواية، مش تمت الرواية،
لا الثورة مستمرة، الثورة مستمرة آخر سطر تماما يعني من أول الإهداء لآخر سطر. لا يا إقبال لا، إحنا بدأنا ثورتنا 1805، ومن أسف إن الأجيال التي اضطربت لما يقولوا كلمة الثورة ينصرف الذهن إلى 52، إنما هي حلقة من حلقات ثورتنا. ثورة مصر في التاريخ الحديث من أول ثورة القاهرة ضد الفرنسيين، ثورة عرابي، ثورة 19، 52، وانعدل الميزان 25 يناير 2011 التي انتصرت انتصارها التاريخي في 30 يونيو 2013. هي ثورة واحدة ضد الاستبداد المدني في صوب عسكري، وضد الاستبداد المدني في صوب اليمينية الدينية. يسقط حكم العسكر، يسقط حكم المرشد، آدي صحيح 30. يبقى 30 هي الثورة الراهنة القائمة الدائمة ببدايتها الهائلة في 25 يناير وفي انتصارها التاريخي ضد كل شمولية، ضد كل استبداد. ادي مغزى خروج المصريين في التاريخ الحديث، ان هو ضد كل استبداد، ضد كل شمولية مدنية او يمينية، الاثنين يسقطوا ولقد سقطا ويسقطا الان. الثورة مستمرة بقى، حققناهم لكن الغايات نمضي في اتجاه تحقيقها وستتحقق ان شاء الله. وشكرا للممتعة الجليلة، وشكرا لكم، شكرا جزيلا. كان هذا هو المصباح النقدي الأول. قدا نهرب منها ولكن تسكننا الجدران ونسكن بداخلها، بين الجدران نأتلف ونختلف، تتعانق الزوايا مع بعضها البعض وتتفرق الزوايا عن بعضها البعض وتغلق علينا الجدران. خلف الجدران سيزداد تخلفنا لأننا لن نعرف أنفسنا، ولكي نعرف أنفسنا جيدا علينا معرفة الآخر، سواء كان هذا كان الآخر هو المنافس أو العدو، الصديق أو الحبيب، العربي أو الأوروبي، الإفريقي أو الأسيوي، المسلم أو المسيحي، الآخر على المستوى الروحي. علينا أن نبدأ بالتعرف على ذواتنا، ولكن لن يكتمل ذلك إلا بمعرفة الآخر الذي نتحرك من خلاله، أن نقرب المسافات بيننا وبينه. الآخرين ليسوا جحيماً، الآخرين هم شركائنا في الحياة، هم يتنافسون معنا سعياً للأفضل. وعلينا ولكي نخرج من الجدران، لكي نخرج من الجدران من العزلة إلى التواصل، من مكابدات العزلة إلى مراودات التواصل. كانت في نهاية الرواية إن الحوائط الثابتة الصلبة المرتبطة بالأمن عند إقبال، المكان هو الركيزة الأساسية والذاكرة هي الماضي والحاضر والمستقبل. الرواية كانت بامتياز الشكل الجامع لكل المتناقضات وأيضا المفارقات، تجليات المكان وذاكرة الزمان. الذاكرة هي التداعي الحر للماضي والحاضر، والمكان هو المعبر الكبري إلى المستقبل. وشكرا. شكرا بعد ذلك الأستاذ شوقي عبد الحميد يحيى. تعال الخاص والمعرفة الأستاذ الشوقي عبد الحميد.
هو الحقيقة أنا بقدم تحياتي وشكر الجزيل جدا للدكتور عبد المنعم تليمة اللي قدم لنا رؤية لما يمكن أن يقال عن لا وعي النص. والحقيقة من أثناء النقاشات اللي دارت برز عندي مجموعة من التساؤلات بشكر عليها الحقيقة الدكتورة أماني لأنها جاوبت لي عليها بالكامل ووضحت لي فنية العمل وإزاي أنها استخدمت التاريخ في بطريقة أدبية، لأن ده ما كانش واضح الحقيقة في الأول. شكرا. شكرا للشاوري. دكتورة مدى حسين تفضلي. ناقدة دكتورة مدى حسين تفضلي. مساء الخير. أنا عندي تعليق بسيط جدا. الأستاذة أماني قالت إن اعترافات بهيجة كانت يعني لا فائدة لها أو مقحمة على العمل. طبعا أنا برى إن هذه الاعترافات في نظرة أولى ممكن إنها تعد كده، لكن هي لما نحللها نلاقي لا هي وثيقة على عصر. مش بس وثيقة على عصر، هذه الاعترافات وضحت للمتلقي السر وراء تصرفات هذه الشخصية العجيبة التي تسمى بيبي. شخصية مملوءة بالمتناقضات، شخصية بها تصرفات نحار في تفسيرها، وكان لابد أن تضيء هذه الاعترافات جوانب كثيرة من هذه الشخصية. المتلقي في الآخر اكتشف جيداً وعرف جيداً من هي بيبي حقيقة. شكراً. شكراً للناقدة دكتورة كارت حسين. الناقد الأستاذ دكتور الشريف الجيار ملوش تاني. الجزء الفتح مرسي الروائي السكندري والعربي والمصري ولسه انقطع صندوق العشق الروائي. مساء الخير. الحقيقة أنا حصل عندي التباس وجاي من اسكندرية مخصوص لحفل تأبين الراحل فؤاد أنديل، ولكن لما جيت قالوا لي لا ده تمت امبارح، فاشتركت بالصدفة في هذه الندوة. وأنا الحقيقة من زمان قوي، أنا على فكرة تجاوزت 70، من زمان قوي بحلم بإني أقعد أو ألتقي في بيت الأستاذ الكبير وعبد المنعم تليمة. من زمان أقول للناس أنا عايز أقعد معاه، فجأة لقيت نفسي أنا بحضر محاضرة قدام الدكتور الكبير عبد المنعم تليمة. وبعدين أول مرة الحقيقة من زمان بتابع جهود وكفاح إقبال بركة السكندرية واللي عايشة هنا اللي ابتلعتها القاهرة. الأقاليم عادة هي الإبداع، ولكن القاهرة هي الانتشار. والقاهرة يعني العجيب يعني أن أنا النهاردة أحضر إلى عمل إبداعي. الكلام اللي تم من الدكتور عبد المنعم والدكتور حسين والأستاذة تهاني فؤاد، أنا على فكرة النظارة برضو لازم بعد السبعين كل الكتابة بتبقى اتنين. أماني فؤاد، التلاتة خلوني أنا معرفش أروح أجيب الرواية وأراها بعد كل التفاصيل دي، ولا أكتفي بكل التفاصيل اللي اتقالت عن الأبطال وعن النص الروائي. الحقيقة كان اليوم ده بتاعي ده اللي جاب الصدفة هو ممتع ليا ومكافأة على المشوار اللي أنا جيته ده، فيعني مكافأة كويسة جدا. يعني الحقيقة، فأنا الحقيقة النهاردة بعبر عن سعادتي وححافظ باستمرار على اني اجي احضر الندوات، ولا نادي اخر ندوه وداخلين على رمضان، لكن هنحاول انا اتصل بالقاهره عشان حتى الناس تعرف 34 كتاب محدش حاسس بيهم، وانا دايما اطلع في المقدمه في الجوائز، ولكن الاصوات اللي هنا بتخزلني دايما. ولكن اسكندريه اخر مره خدت جوائز، والحمد لله اخر جائزه خدتها من اتحاد الكتاب عن روايه في 2012، خدت مركز اول،
ولكن انا باجي نفسي اكون لي وجود هنا هو، وانا الحقيقه خدت مكان هنا علشان افضل هعمل البرنامج، هاخد البرنامج باستمرار وهحضر الندوات واشارك. والسلام عليكم ورحمه الله. ماشي ان شاء الله ربنا يحفظنا ويرجعك لاسكندريه. ماشي يا عم. استاذ احمد سعيد لك مدفن. تفضل. الشاعر العراقي الجميل الاستاذ احمد سعيد. مساء الخير استاذ مساء، وتحيه للكاتبه الاستاذه اقبال والاساتذه وخاصه الاستاذ دكتور تنديمه. في الحقيقه انا العنوان ذكرني بمدرسه تشكيليه هامه من مدارس الفن التشكيلي العراقي التي قادها الفنان الراحل والناقد الكبير الشاكر حسن السعيد. كانت يعني كانت مدرسته هي ما مكتوب على الجدران فقط، لأنه كان ويبتعد عن التشخيص أيضا. وأذكر أن هذه الجملة ربما مرت علي وأنا وهو كنا كان في زيارة إلى الموصل، وكنت معه يعني نتجول في قصر الملك الآشوري وفي نمرود الذي فجر أخيرا، وكان هو يقرأ الرسوم والكتابات، ومن ثم يعني أصبحت بصمته الواضحة هي ما أسميه الشخابيط على الجدران. يعني كان هو يقتنص الشخابيط على الجدران في المحلات والأزقة وغيرها. هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى يا ثانية، أن الجدران يعني الرموز في اللغة العربية كما يعني يعلمنا دكتور تليمة، أن الكلمة الواحدة قد تتحمل الكثير من المعاني، المعنى وضده. يعني الجدران قد تكون هذا الثراء العظيم الذي يأتينا ربما من التاريخ أو من الواقع، ولكنه قد يكون أيضا سجنا في مرة أخرى. هذا يعتمد على الكاتب وقدرته في التعبير وفي تصوير المكان وفي ربطه بالشخصيات. المسألة الأخرى، الدكتور أماني يعني قالت أن كل الشخصيات هي فيها من الجزء من الكاتبة. أنا لا أعتقد ذلك، لأن الكتاب يعني ربما يكون الكاتب يعني جزء من صفة أحد إحدى الشخصيات، ولكن أن يكون الكاتب فيه ملامح من كل الشخصيات الموجودة، أنا يعني أعتقد هذه فيها شوية يعني مبالغة. شكرا جزيلا على هذه الأمسية وإلى اللقاء. شكرا للشاعر العراقي الكبير استاذ امجد سعيد، ومع السينمائي والمثقف الاستاذ شفيع شلبي. مساء الخير. يعني الدكتوره منعم دعاني الحقيقه بالليل يعني الى الندوه التي لم اكن اعلم بها ولم اقرا الروايه، لكن اقبال بركه قابلتني في اسكندرية السنة اللي فاتت أو يعني من أشهر، وكنا يعني في عرض أحد أفلامي أو مجموعة منها، وتبينت دلوقتي إنها اسكندرانية كمان اللي أنا لسه جاي منها، وأتميت فيلم أنا عرضت في اسكندرية الفيلم بتاع المعماري. من وجهة نظر الناس يعني كان الجدران بتاعت العمارة المعماري حسن فتحي، الفيلم اللي أنا عامله اللي عرضته هناك. فيعني من خلال المناقشه اللي انا سمعتها النهارده حسيت ان احنا مشتركاتنا في شأن العماره والجدران والمدن وكذا، انت بتعبري بادواتك، ولقيت ان يعني حاسس كده كاننا بنشتغل في سكه واحده. يعني على كل حال انا الحقيقه انتهز الفرصه يعني بتاعت يعني احنا بنعرض عرض اسبوعي لافلامنا، وعايز الاسبوع ده اخر افلامي عن اسكندريه لسه عامله شهرين احداثها، والحقيقه ان انا عايز استفيد بحضور هذا الجمع اللي كله يعني نقاد وفنانين عظام. هو اعلان مدفوع بالظبط. الثلاث القادم هنا الساعه 7 او الاربعاء الساعه 7 في اتيليه القاهره اسكندريه بين الموجتين فيلم. اعلان بقى الاستاذ شفيع الشلبي فتح نيتنا للاعلانات.
في قبل ما ادي الكلمه للاستاذه الكاتبه الكبيره اقبال بركه في ندوه يوم الاحد في دار اخبار اليوم عن الاحتفاء بالطبعه الثالثه من كتاب فن الحرب اللي هو ترجمه ربيع مفتاح وهو ترجمه عربيه الى اللغه العربيه من عام 95 للطبعه الثالثه وحفل توقيع وشرفنا الاستاذ الدكتور شريف الجيار كمتحدث رئيسي وعميل دكتور رمضان المنجار وهتبقى ليله جميله ان شاء الله يوم الاحد فنرجو الجميع يعني هتبقى يعني تبدا من 6:30 7 6:30 7 يعني انا في اي حد له مداخلات ثانيه نسمع طبعا نسمع بقى مسك الختام الاستاذه اقبال بركه قال لي لغتك حلوه لكن انت العربي بتاعك بائس جدا يا بنتي ادرسي عربي قلت له في عرضك انا عايزه ادرس عربي فهو الحقيقه تحمس جدا وهو اللي قدم لي في كليه الاداب جامعه القاهره دكتور عبد المنعم تليم له الفضل الاول في اني ادرس مره اخرى وأحصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية قدم لي ومشي راح على اليابان ما شفتوش بعد كده إلا بعد سنوات طويلة لكن أنا حققت أمنيتي في الحياة وهي أنني أدرس اللغة العربية وأدرس الإسلام وأدرس القرآن الكريم وأدرس الحديث والسنة كل الحاجات دي كنت معرفهاش كنت حكاني أنا عايز أعرفها ففعلا الحمد لله حصلت على الليسانس في اللغة العربية وأصبح عندي حصيلة وافرة أستطيع أن أواجه بها الحياة الأدبية الثقافية بدأت أكتب بشجاعة وبدأت أتقدم في لكن الدكتور عبد المنعم اختفى بصيت لقيته مسافر اليابان ومش موجود ومجرد ما رجع عودت الاتصال به والحمد لله نحن على تواصل ويشرفني ويسعدني ان انا اعتبر نفسي تلميذة له الشكر واجب ايضا للاستاذة اماني جميلة اللي قدمت الصورة اللي كان نفسي قوي تتقدم وهي رؤية المرأة لهذه الرواية لان انا بيهمني قوي المرأة انا بحس ان الرواية عمل مهم جدا يجب ان تخوض المرأة لأنه يستطيع أن يدافع عن قضاياها ويستطيع أن يوضح وجهة نظرها وإن كانت روايتي دي ما أقدرش أسميها فيمينست يعني لكن هي رواية الحمد لله لكن وجهة نظر امرأة في هذا المجتمع المتشابك المتعدد المتوحد المتكامل العجيب الذي نعيشه في مصر أنا دايماً الأستاذ حسين حمودة كان نفسي يكون موجود عشان أشكره الحقيقة الرؤية اللي قدمها أزهرتني يعني ده طبعاً غير الأستاذ ربيع مفتاح العزيز صديق العزيز والزميل في لجنة القصة الرواية بالنسبة لي أنا ذاكرة الجدران أنا دايماً أعتبر الإنسان يتميز عن بقية الحيوانات بالذاكرة لأن الذاكرة هي التي يعني تتراكم فتبني الحضارة بلا ذاكرة لا يستطيع الإنسان أن يكون متحضراً أو أن يبني حضارة أو مدنية بأي شيء ثم هي دائماً محصورة داخل الذاكرة اللي هي بيذكرها التاريخ محصورة في الملوك والحكام والزعماء الرجال بس ما فيش الرؤية الأخرى اللي هي الشعب الإنسان الفرد وكيف يعاني ويعيش ودي الحاجة اللي تأخرت جدا ولم تتقدم إلا في بداية القرن الـ18 لما تنبهوا للمسألة الفردية والإنديفيديوال وبدأوا يحسوا إن الإنسان أحيانا بيبقى مختلف جدا عما يقدم له من صورة في التاريخ من ضمن الحاجات اللي أثرتني وأنا بذاكر وأنا في الدراسة إن تاني شخصية مهمة في تاريخ الأدب الإنجليزي هي جين أوستن تاني شخصية بعد شكسبير ليه؟ لأنها اهتمت جدا بدراسة المجتمع الإنجليزي
كانت تعيش في عهد نابليون بونابرت ولم تذكره في جملة واحدة في روايتها. كل همها المجتمع نفسه، ولا اهتمت بنابليون ولا غزواته، وكان يعني عمال يزحف نحو الدول الأوروبية وياخدها دولة ورا التانية، هي ما اهتمتش. كان كل اهتمامها الإنسان، المجتمع، العلاقة بين المرأة والرجل، ولذلك كتبت أروع الروايات بالنسبة للإنجليز. الرواية تستطيع أن تفعل العجيب في حياة الشعوب، وهي للأسف الشديد في مصر مهملة، مش واخدة حقها. وإن كانت بدأت تنتعش الفترة الحالية، بدأ الشباب يتنبه للرواية. أنا شخصيا كتبت 6 روايات قبل كده، ودي روايتي 7. تركت الرواية فترة طويلة جدا وانشغلت بالصحافة، ثم بمجرد ما يعني اعتزلت الصحافة وحصلت على المعاش، دي كانت أجمل لحظة في حياتي، أني أنا أحصل على المعاش وأقعد بقى في البيت وابتدي أفكر وأتأمل الحياة وأعيش بقى. يعني أنا بعتبرها ميلادي بعد ما تركت العمل. وفعلا الرواية دي أنا بعتبرها حصيلة تجاربي في الحياة فترة طويلة كده في سني هذا، وقد جاوزت 70 من عمري. أنا الآن أعطي خبرتي للأجيال القادمة لكي يعرفوا أي بلد يعيشون فيه. حاولت قدر الإمكان أن أقدم لهم صورة واضحة لهذه البلد، قد إيه الناس فيها متكاملة مع بعض، بتكمل بعضهم الرجل والمرأة. استاذ الشرني بيضحك وانت بتقولي تجاوزت 70، يعني انا بقولها ولا وانا بفخر بيها. فالاقباط والمسلمين، الرجال والنساء، الاجيال المتعاقبه، كل دول بيقدموا صوره موحده زي ما استاذنا الكبير توفيق الحكيم قال، الكل في واحد. فعلا بيقدموا صوره مجتمع عجيب جدا. انا ما اعتقدش ان في مجتمع في العالم كله يشبه المجتمع المصري في وقامه والتحامه ببعض البعض. وصورة القبطي والمسلم طول عمرها هوساني، لأن أنا اتولدت في حي الظاهر. حي الظاهر اللي هو في وسط البلد تقريبا، ولكنه في الخمسينات كان مكان يكاد يكون أوروبا، كل الأجناس الأجنبية بتتعايش فيه، عدد مهول من الكنائس إلى جوار الجوامع. يعني إحنا بيتنا كان يلتصق بجامع الظاهر، وفي وشنا المدرسة المارونية والكنيسة المارونية، يعني التصاق والتحام ووئام شديد، ما كانش فيه أي مشاكل لحد ما حصلت حريق القاهرة اللي عملوا الإخوان المسلمين، وبدأوا يحطوا الأسفين بتاعتهم علشان يفرقوا الأقباط عن المسلمين. والحمد لله 2011 أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنهم فشلوا فشلا ذريعا. ودي بقى الرواية بتاعتي، هي دي اللي أنا حاولت أقولها. قد إيه حاول أنا الإخوان موجودين في الرواية سنة 28، ومجموعة من المسلمين من الشباب اللي انخدعوا فيهم وتحمسوا، والإسلام ومش الإسلام، وتصوروا إن مصر ممكن جدا تتخلى عن وحدتها الوطنية في سبيل إن حفنة من البشر تحقق أحلامها وطموحاتها العاجزة الكسيحة، فإن مصر تبقى وجه واحد، مع إن مصر متعددة، متعددة الوجوه وثرائها وعظمتها في هذا التعدد. مصر بحر متوسطين، مصر أفريقية، مصر فيها جزء من آسيا، مصر ما يمكنش أبدا تبقى حاجة واحدة. التعدد هو قيمة مصر، وهذا التعدد محفوظ في ذاكرتها، لأن احنا عندنا الجدران في مصر لها قيمة كبيرة جدا. الجدران هي الآثار المصرية اللي حفظت لنا تاريخنا، وإحنا كمان من خلال الأدب والرؤية الجديدة يعني ننقل رؤيتنا إلى الأجيال القادمة، وهذا ما حاولت أنا أفعله.
في بعض الملاحظات اللطيفة اللي اتقالت من هي الحقيقة بيبي، ما عارفش الناس اللي قروا الرواية، أنا شخصياً بعتذر قوي بشخصية بيبي لأنها بتدل على الطبقة المتوسطة العليا بكل جنونها وأنانيتها وشغفها بالحياة وكل ما في هذه الشخصية، وقدمتها بحب شديد على فكرة، يعني أنا حبيت بيبي ما كرهتهاش أبداً لأن هي فعلاً اتربت على كده، اتربت على إن هم يستأثروا بكل ثراء مصر وحدهم، ما لهمش دعوة بالفلاحين ولا بالفقراء، دول ناس ما لهمش علاقة بهم، ولا مع ذلك هي مش سعيدة، لم تشعر بالسعادة لأن هذه الأمور كلها أتعستها وخلتها لا تحقق أي حلم من أحلامها. دي بيبي، حتى يحيى ابنها نفس القضية، ابنها يحيى أرغموه على دراسة الطب ولكن كان يكره الطب، ده راجل فنان عايز يبقى موسيقي، فهما ما يوفقوش لأن مش ممكن ابنهم يطلع صايع، يعني موسيقى ايه كلام فارغ، ده لازم يبقى دكتور، فدخلوه الطب بالواسطة ونجح بالواسطة وخرج وما لم يمارس الطب لأنه ما بيحبش الطب، يعني عارفة كل القيم دي القيم البرجوازية العفنة اللي تسببت في ان ثورة 2011 كان لازم تحصل، لان فعلا الطبقة المتوسطة العليا كان لازم تصحح مسارها وتفوق لنفسها وتدرك انها تعيش في بؤرة من الانانية المطلقة مش حاسة، وبيبي واخدة واحدة من أهلها من الفلق، هم طبعا زينا كلنا كل عائلة فيها الفقير والغني، إحدى البنات الفقيرات شغلها شغالة عندها مع إنها من العائلة لكن فقيرة، فليحصل إن طبعا والولد ابنها عارف إن دي قريبتهم فبيميل إليها، لكن هو الشاسعة ما بين الطبقتين بتحول دون تحقيق حلم الفتى والفتاة، لأنهم مش ممكن، البنت أكثر واقعية حتى من الولد، هذه الأمور المعقدة المتشابكة المتراكبية هي دي الرواية، ولذلك إحنا في العصر الذهبي للرواية. ده صحيح، ولازم الكل يكتب رؤيته بيقول روايته، لأن إحنا دايما يقال ما هو العصر الأفضل للرواية، هو العصر من الانتقال من فترة إلى فترة تاريخية، وده اللي حصل حتى في بداية القرن العشرين لما كتب هيكل روايته الأولانية زينب، بدأ التدفق وبدأ كتابة الرواية في الـ في الـ في الـ في العشرينات العشر عشرينات الأوائل من القرن العشرين، وبدأ الكل يكتبوا لأن هو ده الفترة التغيير الكبير أو في المجتمع ده، الهزة الكبيرة اللي بتحدث هي دي اللي بتوحي للأديب والكاتب إنه هو يكتب علشان يؤرخ للفترة اللي فاتت ويهيئ المناخ للفترة القادمة، وأتمنى أن تكون كتاباتي قد فعلت هذا، وشكرا جدا. شكرا للكاتبة الكبيرة أستاذة إقبال مبارك، وشكرا لكم ولكل من ناقش وأسهم في هذه الليلة الجميلة في بوفيه بسيط، يعني إن شاء الله نشرب شاي ولا حاجة. بس أول حاجة بقى أنا شاعر ملائي واسمي نشرب صح مشنودة، وبقول على القصة دي جميلة جدا وأقول له